لأنه أنا تزوجت، أوكي، أنا أخذت هيدا الخيار، ما حدا جبرني، ما حدا حط لي الفرد براسي وقال لي روحي تزوجي مارك زبال وجيبي ولد، عرفتي؟ فأنا مسؤولة عن هيدي الروح يلي جبتها، ولما تكون في روح أنت مسؤولة عنها هي الأولوية على كل شيء بالكون. أول صدمة من مارك تلقيتيها؟ أنا بالنسبة لإلي إنه بس تزوجنا أنا تزوج شخص بحبه لافي أوروز وحياة حلوة، عرفتي؟ وعشا وعم نتسلى وكأنه يعني بدل ما تعملي مساكنة أنت رحت تزوجتي، عرفتي؟ فهي الصدمة هي شو هو الزواج؟ شو هو الزواج؟ شو هو الزواج؟ شو اللي اكتشفتي؟ أول شيء الزواج هو شيل الحب على جنب والمشاعر والباسيون، هو شراكة. أنت فعلياً دخلتي على بيت عايشة مع شخص تاني ما بحياتك كنت بتعرفيه، يعني شخص جاي من بيئة مختلفة، باكراوند مختلف، أهله مربينه غير ما أنت أهلك مربينك. أنا بدي أفهم هو شو تاريخه؟ ايه. شو الصدمات اللي لتقدري تتماشي انت وياه بالحياة؟ بدي افهم نفسي، ايه بدي افهم هيدا الشيء، وهو بده يفهمني كمان. طيب هيدا عناوين عريضة، ولكن بالتطبيقات على الأرض، أول مشكل واجهتوه كان عبارة عن شو؟ بتذكريه لهلا؟ بس بلشوا يجوا الأولاد، في كان في اختلاف بموضوع إنه كيف نربي، أنا كنت بعدني ولد وبدي ربي أولاد، دماغي مش حاضر إنه أنا أم. يعني أنت بدك تربي بطريقة ومارك بده يربي بطريقة. ومارك كتير رجل عائلة وأب مثالي، يعني مارك حاضر إنه يكون عنده عائلة وأنا مش حاضرة، فهون صار الكلاش بيناتنا، صار في كلاش كتير كبير واستمر لسنوات. يعني كنا نتشارع بالبيت يعني، وكان في كتير شغلات ما تعجبني بكيف هو بيتصرف صراحة. تركت شي مرة البيت لانا؟ أبداً أبداً ولا مرة. لا لا بس بهدد أوقات، كنت هدد بس ما كان كتير، ما نضحك بس نهدد يعني، عرفتي؟ منظرنا مهضوم يعني. قلت له بدي طلق، بدي أوكي على طول. اتنيناتنا شو بدك تطلقي؟ جاهزة بس يعني. هي هيدي الكلمة اللي بتنفس المشكل، انه لا ما بدي. انت بدك لا ما في دبو. ما اذا بدها تطلق انت خطر ما عندك مشكلة. شو اذا هي بطلت تحبني يو ما بدها تعيش معي، كيف بدك تجبري انسان؟ خلينا نستمع لدكتور رائد محسن. دكتور رائد، بين الأمومة والزواج المبكر واللي سمعناه هلأ مع لانا ومارك وبين العمل كمان والعائلة، شو تعليقك؟ تعليق أنه هي مغامرة ومقامرة أن تتزوج لانا بهذا العمر، لكن إدائهم كأهل إداء كتير ممتاز، خاصة مارك كيف بيتفهم ونظرته للموضوع، يعني ما يستعمل كلمة في هامش للحرية لكل منا، وحدة الهدف، وحدة الروح والتقارب الفكري، أدى بفتكر وسرع من أنه هن متلازمين وفيهم ينجحوا بالزواج بهذا العمر. لما مارك يحكي عن أنه هي بتقرأ وأنا بقرأ، معناتها حتى الاهتمامات هي مشتركة. طيب ما هيدي دعائم وأسس لأي علاقة عاطفية، كيف إذا كانت زواجية. بس كلمة طلاق هيدي ما لازم تنقل هيك، حتى لو ما بيعنوها، يعني لما شو يعني بدك تطلقي، اكيد ما منه متوقع منها انه تقول ايه بدي اطلق، احسن ما نقولها كلمه طلاق، لانه ما بنعرف ايمتى ستقع على مسمع اطفالنا وياخذوها بمحمل الجد. اوكي دكتور رائد، لان لانا كمان عندها تعليق على اللي عم تقوله. شكرا لك، رح يكون لنا عوده معك. لانا في شيء زعجك التعليق؟ لا بالعكس، لا بعتقد انا ومارك رح نجاوب نفس الشيء، انه نحن بموضوع هيدا، حتى موضوع الطلاق ما عنا تابو مع اولادنا فيها. اوكي اكيد الولد بخاف يخسر امه وبيه، يعني ما فيك تحكي كيف ما كان، معه حق فيها هيدا الدكتور، بس اولادي هلا صاروا يعني بعمر المراهق بيفهموا فكره انه شو هو الزواج، وانه في كتير كابلز ما بيكفوا، عندهم كتير اصحاب اهلهم انفصلوا، يعني ما عندهم عقده بموضوع انه اذا سمعوا انه طلاق او مش طلاق، ما بحسوا انه مش ممكن تكون تداعياته سلبيه على ما بتاثر على السكيورتي تبعهم او على الامان النفسي تبعهم. تزوجته فتره طويله ولا مره قلت انه في ست تانية عجبتني؟ بل